فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل قادم من بلد إلى جدة في الطائرة ولا يستطيع الإحرام في الطائرة، فهل عليه كفارة؟ إذا يا أخي ما أحد ما يستطيع الإحرام، الإحرام هو نية الدخول بالنسك، تنوي وانت في الطائرة، إن استطعت أنك تتجرد من المخيطات تلبس الإزار والرداء في الطائرة هذا واجب، إذا لم تتمكن اخلع الثوب وخل عليك السراويل، خل عليك السروال واخلع الثوب واطرحه على كتوفك، فإذا نزلت بالمطار روح وجب إزار ورداء والبس. نعم. كذلك يقول حفظك الله: وهذا الرجل دائما ما يغطي رأسه ليلا ونهارا خشية المرض، فهل له ذلك حال إحرامه؟ نعم له ذلك إذا احتاج إليه، لكن عليه فدية، خير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.